بسم الله الرحمن الرحيم. المثال ده بيقول using MAD باستخدام ال mean average deviation method عايزين نحدد ايه الطريقة الايه الافضل في الاداء. تمام كده، في عندنا تكنيك 1 وتكنيك 2. الطريقة اللي هتدينا خطأ أقل يبقى هي دي الطريقة الإيه البيتر. تمام، فاحنا هنحسب الـ mean average deviation لكل تكنيك، وبعد كده اللي يطلع معانا الـ mean average deviation أقل يبقى ده كده الطريقة الإيه اللي هي الأفضل أو البيتر. تمام، طيب الديماند دلوقتي عندي هنا هو مديني دلوقتي الديماند وتكنيك 1، الفوركاست للتكنيك 1 والفوركاست للتكنيك 2. طيب الديماند اهو والمانث اهو، نزلنا المانث والديماند والتكنيك 1 والتكنيك 2 اهو، ده كده نزل زي ما هو. هنجيب الايرور، ايرور بيساوي بيساوي الديماند ناقص الفوركاست. الديماند هنا 492 ناقص 488 يبقى 4، 470 ناقص 484 يبقى سالب 14، 485 ناقص 480 يبقى 5، وهكذا بنجيب الايرور. هنا بقى بنجيب ايه؟ بنجيب الابسوليوت بتاع الايرور، يعني الموجب ينزل زي ما هو والاشاره والسالب بنخليه بنخلي الاشارات كلها ايه؟ بنخلي الاشارات كلها موجبه، يعني الاربعه تبقى اربعه، السالب 14 تبقى 14، الخمسه تبقى خمسه، الثلاثه تبقى ثلاثه، الواحد زي ما هو، السالب واحد يبقى واحد. نجيب مجموع الكلام ده كده مش عايزين مجموع ده كده، مش عايزين ده في حاجة، احنا عايزين ده بس اللي هو الايرور ابسوليوت 4 و14 و5 و3 و1، هنا دول كده 5 و5 يبقى 10، 10 و4 14 14 و14 يبقى 28. تمام، بالنسبة للطريقة التانية، الطريقة التانية انا عندي دلوقتي ده 495 يبقى الديماند. تمام كده، اللي هو 492 ناقص 495 يبقى سالب 3، والابسوليوت بتاعه ب 3. هنا الديماند 470 ناقص 482 يبقى سالب 12، والديماند بتاعه 12، وهكذا جبنا الايرور وجبنا له الايه الابسوليوت. جمعنا الابسوليوت هنا طلع بكام؟ 3 و12 ب 15، 15 و7 22، 22 و5 27، 27 و1 28 و6 يبقى 34. جبنا المين ابسوليوت ديفيجن او المين افريج ديفيجن للطريقة الأولى يبقى 28 على العدد اللي هو الايه الستة، يبقى 28 على الستة طلع بأربعة سبعة وستين. ومين absolute ومين average division للطريقة التانية يبقى ايه 34 على العدد اللي هو الايه على عدد المانثز اللي هو الستة، يبقى 34 على ستة طلع بخمسة سبعة وستين. كده الطريقة الأولى أفضل، ليه؟ لأن المين average division بتاعها أقل. تمام كده، الطريقة الأولى أفضل.